بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. موضوعنا اليوم يا أخواني موضوع كان بالنسبة لي قبل لا أتعلم علم النفس موضوع جدا مثير. كنت لما قعد في مجلس في دوانية في يمعة مع ناس، لما أشاهد التلفزيون، لما أسمع ناس مثقفين يتحدثون، كانوا دائما يبون هالمصطلحين، وكانوا هالمصطلحين بالنسبة لي مصطلحين ضبابيين، وكان دار مدارهم علامة استفهام، ولكن مصطلحين مثيرين للتفكير. حتى دخلت في علم النفس وبلشت أبحث عن معنى هالمصطلحين. بعد ما بحثت عن معنى هالمصطلحين وجدت أن هالمصطلحين في الحقيقة أصلهم اجتماعي وليس علمي، ولكن يوجد مرادف علمي لهذا المصطلح. المصطلحين يا أخواني اللي دائما نسمعهم هو المرض النفسي والمرض العقلي. ما هو المرض النفسي وما هو المرض العقلي؟ قرأت أمانة فقرة جميلة جدا للأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، وحاب أشارككم فيها من كتابه. يقول الدكتور أحمد عكاشة: ونستطيع أن نشبه المريض النفسي بالفرد الذي يبني قصورا في الهواء، أما المريض العقلي فهو يعيش في قصور من الهواء، أي أن المريض النفسي يتميز في كمية الأعراض التي تجعله يختلف عن السوي في الكم وليس في الكيف، أما المريض العقلي فيتميز بتغيير كيفي ونوعي، مما يجعل اتصاله بالواقع يختل اختلالا واضحا من حيث التفكير والإدراك والشخصية. ماذا يعني هذا الكلام؟ ربما هذا الكلام للي غير المختص يحتاج بعض من التوضيح. بداية قبل لا نشرح الكم والكيف من الأعراض، خلينا نقول من هو المريض النفسي؟ ترادف كلمة المرض النفسي كلمة المرض العصابي، وترادف كلمة المرض العقلي المرض أو الاضطراب الذهاني. مرة أخرى، ترادف كلمة المرض النفسي الاضطراب العصابي، بينما العقلي الاضطراب الذهاني. الآن بدأت الأمور بداية توضح قليلا أو تتضح قليلا. الأمراض النفسية أي الاضطرابات العصابية، الله يحفظكم ويحفظني ويحفظ جميع المسلمين. الله سبحانه وتعالى في كتابنا الكريم قال: وأوجس في نفسه خيفة. من هذا؟ سيدنا موسى عليه السلام. والخيفة هذه اللي كانت موجودة في نفسه كانت بسبب الأوضاع، هو تحدث سيدنا موسى إلى الخالق وتوصية الخالق سبحانه بإيصال هذه الرسالة، وخوفه من يوم الزينة اللي هو مواجهة فرعون. ماذا يعني أوجس في نفسه خيفة؟ خيفة هو الخوف، القلق، ماذا سيحصل؟ أنا لساني شوية ثقيل، لأن سيدنا موسى في السابق يوم تربى في بيت فرعون، فرعون اختبر سيدنا موسى وقدم له صحنين وعاءين، قدم له وعاء في فحم، قدم له وعاء في تمر، فكان هذا اختبار. إن كان هذا نبي ومختار من الله سبحانه كان راح يختار في هذا، في إدراك فرعون، وإدراكه لا يصل إلى إدراك الخالق سبحانه. فكان يعتقد فرعون إذا كان هذا شخص من الله سبحانه وتعالى علشان يحطم ملك فرعون
طبعا الحلم اللي خوفه وخلاه يقتل جميع الذكور من بني إسرائيل. إذا اختار التمر فإذا هذا الشخص فعلا اللي راح يحطم ملكي، فلذلك لازم أتخلص منه. بينما إذا اختار الفحم فإذا ليس بهذا الشخص المختار من الخالق. فاللي عمله سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام أن اختار الفحم فأذى لسانه شوية، وبذلك كان عنده صعوبة في فصاحة مخارج الحروف. لذلك هذه كانت بعض الأمور اللي تسبب له قلق. وهنا نرجع إلى أصل الكلمة، الذهاني والعصابي، وشرح الكم والكيف بإذن الله سنأتي لكم بهذا الشرح. فنرجع إلى كلمة العصابي والذهاني، المرض النفسي والمرض العقلي. فالمرض النفسي وهو المرض وهو الاضطراب العصابي، وجود المخاوف، وجود التفكير في المستقبل. أنا لساني ثقيل، هل سأستطيع الدفاع وإيصال رسالة الخالق أم لا أستطيع؟ طبعا مو أنا اللي أحكم على سيدنا موسى، لكن هذه يعني خاطرة، ولا أنا اللي أشخص سيدنا موسى، تعالى يعني سيدنا موسى عن تشخيصي، لأن من عند الخالق سبحانه مختار. ولكن هذه يعني إضاءات بسيطة، كون سيدنا موسى من البشر، لذلك البشر يمرض، البشر يتعب، البشر يحزن، البشر يخاف. فكان في خوف عن سيدنا موسى من ذلك اليوم، والخوف هذا من دافع الاهتمام. وجود هذا الخوف كان وجود إيجابي، بحيث أنه دعا ربه أن يكون وزيرا من أهله. من هو؟ هارون أخي، عدل يا أخوان. لذلك سيدنا موسى اهتمامه في إيصال الرسالة كان وجود هذا الخوف. فالخوف هذا اللي كان موجود عند سيدنا موسى هو مظاهر القلق، هو مظاهر التوتر اللي موجود عندنا بالمعاني النفسية. فالإنسان العادي، وأنا جبت لكم أحلى وأرقى الرموز اللي هو سيدنا موسى، اللي هم الأنبياء والرسل، هذول الرموز يصابون بهذه المخاوف، في هذه المقالق، وهذا وجود اهتمام عندهم. فما بالك إحنا البشر اللي أضعف منهم، كيف ممكن تكون حياتنا وإحنا مو مختارين من عند الله لإيصال رسالة، بينما إحنا الحمد لله الله رزقنا الصحة والعافية، ورزقنا أن نكون من أهل هالدولة، ورزقنا أن إحنا نكون مسلمين، ورزقنا العديد من الأشياء الجميلة من عند الخالق. بينما نذهب إلى الاضطراب الذهاني اللي هو المرض العقلي، هو الأمراض التي تؤثر على الإدراك، وسنقول لكم ما هي هذه الأمراض بإذن الله تعالى غدا. فتابعونا غدا على نفوس مطمئنة. نراكم إن شاء الله على خير، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.